اهلا وسهلا بحضراتكم، بتحدث اليكم الان من منزل الكابتن الطيار الراحل الشهيد محمد شقير، نحسبه ان شاء الله من الشهداء، قائد الطائرة المصرية التي فقدت بعد ان دخلت المجال الجوي المصري. هذا الطيار جئنا الى اسرته الحقيقة لعدة اسباب. اولا نقدم واجب العزاء في هذا الابن البار لمصر، واللي بشهادة كل زملائه وكل من عمل معه كان إنسانا متفانيا في عمله، متميزا في أدائه، متميزا في خلقه. جئنا لنتحدث عن نموذج تفخر به مصر وليس هذه الأسرة وحدها. ثانيا جئنا لنعرف كيف نشأ هذا الشاب المتميز وكيف يتحدث عنه أبناء عائلته. الكابتن محمد شقير هو الابن الأصغر لهذه الأسرة الصغيرة. الأسرة تتكون من 3 أبناء، الكبرى هي شقيقته الأستاذة تغريد، وتليها شقيقته الثانية الأستاذة هبة، ثم كان الكابتن محمد شقير. محمد شقير من مواليد 1980، إذن يبلغ من العمر ما يقرب من 36 سنة. خلينا نرحب بعدد من أفراد أسرته، وفي مقدمتهم والده والد هذا الشهيد البطل الأستاذ باجت شقير. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. البقاء لله. بقاء لله وحده. ويعني نحتسب الكابتن محمد إن شاء الله من الشهداء الأبرار في السماء. ما استودعت عند ربنا. ونعم بالله، ربنا يزيد إيمانك ورزقك الصبر والسلوان في هذه اللحظات. نرحب ايضا بشقيقته الكبرى الاستاذه تغريد. اهلا وسهلا. اهلا بك. البقاء لله، شد حيلكم، ربنا يجعل مثواه الجنه باذن الله ان شاء الله. وايضا عمه الاستاذ احمد شقير. اهلا وسهلا. اهلا بك. ومعنا ايضا هذا الطفل الجميل المتميز زياد. زياد هو ابن شقيقه الكابتن محمد شقير، ابن اخته. اهلا يا زياد. البقاء لله. اهلا. يعني احنا نعرف عن الكابتن محمد بعض المعلومات القليلة، يعني من السي في الخاص به من كل زمايله، من كل من عمل معه، من كل من ساهم في عملية تدريبه، يؤكد انه كان طيار متميز منذ بدايته، كان يهتم بعمله، كان يتفانى، كان بيعمل حتى ساعات طيران متميزة للغاية بالنسبة لسنه، اكتر من 6800 ساعة. لو الناس النهاردة بتسألك يا استاذ بهجت عن ابنك الصغير هتقول لهم ايه؟ والله اللي عايز يعرف ابني يروح يسأل في الشركة عنه وعن من زمايله ومن مكتب سيادة الوزير، واللي عايز يعرف محمد يسأل المطار هناك عنه. محمد كان بيحب شغله، محمد كان بيحب شغله، وأنا يعني كنت بطلب من ربنا إن هو يطلع طيار، والحمد لله ربنا وفقني. حضرتك اللي كنت عايزه يطلع طيار من هو صغير؟ أيوه، وهو يمكن في ابتدائي. عمو طيار، اخو طيار. حضرتك وابن عمه طيار، تامر فاروق برضو طيار، وعمه الكابتن فاروق شقير. وعمه الكابتن فاروق شقير كان بيحب شغله، ويعني كان بيحب شغله زياده عن لازم يعني، ما وهو كان طموحه دايما كبيره ويبص لقدام، وكان يعرف ربنا كويس قوي، ويصلي الوقت بوقته، ويعرف حقوق ربنا تماما. وانا واثق تماما ان ابني عمره ما عمل غلطه، يعني انا مربيه تربيه دينيه، مربيه تربيه دينيه صح، مش كنت باسس فيه الرجوله وهو طفل، والحمد لله. يعني كنت بتجيب له طيارات يا استاذ بهجت وهو صغير؟ كنت دايما اجيب له طيارات وهو صغير. كنت دايما اجيب له طيارات بالرمود، عشان كده اتعلق بالطيارات. كنت دايما اجيب له طيارات بالرمود والحجاره والحاجات دي. يعني هو كان حاببها، كان حاببها، والدليل على انه سنه 36 سنه وعامل 6800 ساعه. صحيح. يعني ما ده كان بيسافر كتير قوي يا استاذ بهجت، ما كانش بيقعد معاكم في البيت كتير بقى، كان بيسافر. لا خالص، انا يمكن كل 3 ايام اما افطر معاه مره، كل 3 ايام اما اتغدى معاه مره كده يعني، وكنت اقعد استناه لما يجي من الرحله عشان اقعد معاه نص ساعه، لانه كان بيبقى جاي مجهد وجاي راكب طياره 3 ساعات 4 ساعات، فكان بيبقى جاي مجهد، بس هو برضه كان لازم يجي يقعد معايا يعني، يا بابا عايز حاجه بتاع مش عارف ايه كده يعني. ما قبل ما يطلع الرحله المشؤومه دي
قبل ما يطلع الرحله المشؤومه دي كان قاعد معايا وكان قاعد بيهزر معايا. انا رايح باريس شوف انت عايزني هناك، قلت عايزك تجيني طيب مش عايز اكتر من كده. وكان واقف يهزر مع جوز اخته استاذ مؤمن زلط، واقفين بنضحك وبنهزر. هو غادر البيت الساعه كام في الرحله دي؟ نعم. ساب البيت الساعه كام؟ كانت الساعه حوالي مش مركز قوي يعني الساعه ايه؟ لا ما كنتش موجوده. يعني كان الساعه حوالي 4 الا 3 4 الا 3 تقريبا. يعني كده في الحدود دي. سلم عليكم. أيوة عشان هو صلى العصر قبل ما يمشي. ايوه هو بعد صلاه العصر ما شاء الله ربنا يكرمه. يعني ربنا يرحمه يا رب. ربنا يرحمه. استاذه تغريد، حضرتك الشقيقه الكبرى لكابتن محمد، هو الصغير. اكيد. احكي لي عن محمد شويه. بصي انا لو قعدت اكلمك عن محمد اخويا ده ممكن الشرايط بتاع حضرتك دي ما تكفيش. اولا بالنسبه لان هو اخويا فهو كان كل جمله مفيده بتخص حياتنا احنا هنا كان مرتبطه بمحمد. هو كان محور حياتنا كلنا احنا الثلاثه، انا واخته وبابا وزياد. يعني انا كنت الصبح اخرج اول ما افتح باب الفيلا هنا ابص على عربيته موجوده او محمد موجود. اروح طلعت بره ما لقيتش عربيته، اروح الشغل اكلم اختي هبه هو محمد فين، تقول لي ده محمد في رحله، لا ده محمد جاي بعد شويه، لا بعد ما انت مشيتي بشويه محمد جه. يعني بابايا يتصل بيا اخوكي فين، اخوكي في مصر ولا في رحله، اقول يا بابا لا في مصر، لا في رحله. يتصل بيا مثلا يكون انا فوق شقتي محمد فين يا فريد، محمد تحت، ولا بابا مش عارف هطلع ابص لك على عربيته، اطلع ابص على عربيته يا بابا لا بابا محمد هنا. كان طبيعته ايه؟ مرح، بيحب المرح والهزار محمد كان يموت في المرح والهزار، وما تقدريش تقعدي معاه من غير ما تضحكي، يقول يقفش على الناس وده يقول كلمه يروح قافش عليه وده يتكلم وده يهزر وده يعمل. ما كانش ليه بقى في الحزن والنكد والكلام ده خالص يعني. حتى لما كانت والدتنا توفت دي كانت طبعا اول حاجه اول صدمه اتقابلنا هي بعد وفاه ماما على طول الله يرحمها. فبصراحه هو اللي وقفنا احنا كلنا على رجلينا. هي والدته عاشت لغايه ما شافته طيار وبيطير وبيروح رحلات. والدتي متوفيه بقى لها سنتين بعد 15 سنه. هي والدتي متوفيه بقى لها سنتين ونص، هو بيشتغل في مصر الطيران بقى له بالظبط 10 سنين. فشافته كتير يعني. قلتوا لي ان عم احمد حضرتك قلت لي ان هو كان مامته بياخدها تعمل عمره وهو اللي بيبقى الطيار. أيوة. بتاع الطيار. ايوه كان كل سنه لازم تعمل عمره. يعني سنويا كان لازم تعمل عمره هو اللي بياخدها معاه في الطيار. فسبحان الله سبحان الله ربنا ان شاء الله يجمعهم ببعض في الجنه باذن الله. زياد ايه علاقتك بخاله بقى؟ انا عرفت انك انت كنت عايش ليل ونهار مع خاله، حتى ساعات خاله كان زمان ساعات بيسافر برج العرب مطار وياخدك معاه تقعد في الفندق لغايه ما هو يرجع. يعني هو خاله يعني ما كانش في حاجه بعملها الا وكان خاله بيعملها. يعني احنا الاثنين كنا زي بعض بالظبط، يعني الناس كلها بتقول ان انا زي خاله بالسنتي، يعني ممكن مش في الشبه، ممكن في يعني في التصرفات كلها. انت كنت طيب زي خاله كده؟ طبعا. تسمع الكلام؟ انت عايز تبقى طيار؟ جده قال لي ان هو مره قال لك حاجه كده فانت زعلت منها، هنسمعها من جده؟ قلت له ايه مره اللي بدعي له مره بقول له اشوفك دكتور يعني وبتاع، فزعل مني قال لي لا ادعي لي يا جده ان انا ابقى طيار زي خالي. حبيبي انت عايز تبقى طيار؟ ولسه لغايه دلوقتي عايز تبقى طيار؟ طبعا. يعني حتى ماما بتقول لي لا خلاص ما تبقاش طيار، قلت لها لا أنا لازم ابقى طيار، لازم ابقى طيار زي خاله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكمل المسيره بتاع خاله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وزياد بس الولاد عندنا كلهم هنا، انا عايز ابقى زي عمر ابني الصغير اللي عنده 5 سنين ما شاء الله. عايز تطلع ايه يا عمر؟ طيب طبعا طيار زي خاله. كله عايز يبقى زي خاله. كان مثالهم الاعلى. ربنا يرحمه، وهو دلوقتي مثل مصر الاعلى كلها، ده ابن مصر دلوقتي، كلنا يعني فخورين بيه جدا وبمسيرته المهنيه ونحتسبه ان شاء الله من الشهداء. زياد انت ركبت طياره قبل كده مع خالد؟ هو كنا جايين من اسكندريه فركبت معاه طياره، يعني حجزت معاه وقعدت معاه في الكوكبيت حتى. كنت بتقول له ايه بقى؟ لا كنت بس بقعد افرج، بيقول لي بس لما نبقى قاعدين ما تتكلمش ان احنا بنبقى في الشغل. فكنت بقعد افرج بس. كنت بتسمع كلام؟ طبعا. انا ما كنتش بسمع تقريبا كلام حد غيره. ولا كلام بابا؟ هنعمل مشاكل كده دلوقتي. لا هو بس هو كان اكتر حد بسمع كلامه.
اه يا حبيبي الله يرحمه. استاذه تغريد قلت لي ان هي ما كانتش رحلته اصلا، دي معلومه جديده بالنسبه لنا. لا ما كانتش رحلته. هو كان في مشاكل في كان في مشكله يعني في مصر الطيران وكده، وترحلت الرحلات على رحلات ال 800 وتوزعت الرحلات على 320. فالرحله دي ما كانتش رحلته، ده هو واخدها كده يعني مكان حد كان فيه عجز فهو عطل. مكان حد عشان الرحلات ما تتاخرش، وكان كتير قوي بياخد رحلات وهي مش رحلاته، وكان يخلص المفروض ليه 55 ساعه طيران بس. فكان ياخد لما حد من زمايله مثلا يتعب او حاجه زي كده او في عنده مشكله فيتصل بيا كابتن تاخد الرحله ياخدها، رغم ان هو يعني مش هياخد عليها بدل نقدي او حاجه زي كده ياخدها. لما كانت اختي هبه تقول لمحمد طب ليه كده، عايزين بس نقول ان هبه يعني احترمنا رغبتها في ان هي مش عايزه تسجل، لكن يعني البركه في تغريد هي هتكلمنا عنه اكتر. فتقول له طب ليه محمد ليه، طب يا حبيبي ما انت استريح اخرج اتفسح بتاعك. قال لا عشان دي شركتنا واحنا ما نوقعهاش ومفيش ولا مفيش رحله تقع مننا وكده يعني. محمد كان عاشق للطيران، مش مجرد شغله، مش مجرد محمد ما كانش واخد الطيران مجرد شغله. لا ده يعني حبه وعشقه وعشق مصر للطيران نفسها لشركته، دي شركتنا. لا استاذ ماجد حضرتك قلت في تصريحات قبل كده ان كابتن محمد شقير رحمه الله جات له عروض من شركات طيران اخرى للعمل فيها وهو رفض. جات له عروض من جميع الدول العربية، الشركة الكويتية والشركة السعودية ومن أوروبا وبعض زمايله طلعوا، هو رفض. قال أنا الشركة اللي تربيت فيها لازم أفضل فيها، الشركة اللي تربيت بصرف النظر عن الماديات، أنا ماليش دعوة بالماديات، أنا مش عايز ماديات، أنا الشركة اللي ربتني لازم أفضل فيها زي ما أنا. وانضم إلينا أيضا الكابتن طيار عاطف خضر، هو صديق الكابتن محمد شقير رحمه الله وهو رفيق دراسته أيضا. أهلا بك يا كابتن والبقاء لله. دوام لله. يعني زي ما سمعت من العيلة أنت جزء منها، يعني أكيد أنت فقدت أخ وصديق. طبعا محمد، هقول محمد بهجت لأن بهجت دي معناها أن أنا من البيت، لما أقول شقير معناها أن أنا في زميله في الشغل، فهو بالنسبة لي بهجة هو شقير في نفس الوقت. الله يرحمه يعني أكيد هيسيب فراغ كبير جدا. يمكن ظروف شغلنا كنا دايما عكس بعض في الطيران، أنا طاير هو مش طاير، أنا ساكن بعيد هو قريب، ما كناش بنشوف بعض باستمرار، لكن مع بعض على التليفون، مع بعض في المشاكل، مع بعض في الأزمات، مع بعض. الله يرحمه. ايه صفات كابتن محمد في العمل؟ يعني احنا عرفنا من التقارير الموجوده في شركه مصر انه كان شديد الجديه، بيسافر ساعات طويله وبيحب الشغل بشكل كبير، متفاني، مقبل على الحياه، دايما بيضحك مع اصحابه ومرح. زي ما انت بتقولي كده، يعني هو في كل صفات الطيار القائد، يعني عارف امتى يهزر وامتى يضحك وامتى يكون جد. و برضه انا ما كنتش بشتغل معاه على نفس الطراز ولا نفس في نفس، بس كنتوا مع بعض في نفس السنوات الكليه، بنشوف بعض في نفس الدفعه. نفس الدفعه في الدراسه، في دراسه الطيران. وبس انا اشتغلت في مكان الاول وبعد كده رحت مصر الطيران بعده، وبشوف في العمليات بشوف بيتعامل مع الناس ازاي. دخل فتره الاداره في مصر الطيران، قعد حوالي سنه، كان بيحاول يساعد وحاول يصلح وحاول لو في اي مشاكل يعني عقبات قدام الناس او قدامي انا شخصيا كان بيحاول يساعدني فيها. بس ده بالنسبه لجديته وهزاره وجدعنته مع زمايله واصحابه. حضرتك عرفت خبر الطياره بتاعت مصر باريس امتى؟ انا لقيت تليفونات كتيره جدا بتكلمني، وانا ما كان الفجر او بعد الفجر بشويه، انا كنت عامل تليفون سايلنت ونايم، لحد ما مره ببص على التليفون لقيته بينور وقيت فيه، فرحت ببص لقيت حد من اصدقائي كلمني بيقول لي البقاء ليه، مش مصدق بيهزر ولا ايه. فبقول له مين؟ قال لي في صاحبك. فبرضه مش عارف استوعب، فقال لي كذا، فافتكرت نفسي بحلم، فقعدت معاه دقيقه او دقيقتين ما بنطقش، مش عارف اتكلم، لان هو يعني بيتصل عشان هو عارف قد ايه شكور قدامي يعني او بالنسبه لي حاجه كبيره يعني. بس
فطبعا من ساعتها وانا بفتكره مش قادر اتخيل، مش يعني مش حاسس ان هو راح، لا يعني، وبتمنى اكون معاه ان شاء الله. ان شاء الله يعني ربنا يجعل مسواه الجنه باذن الله، ونحتسبه من الشهداء باذن الله. ايه اكتر مواقف فاكرها لمحمد بيه؟ اكتر مواقف، اي موقف عم بهجه كان حضره، موقف الجلعانه بقى. والدي كان تعبان وكان محتاج يروح لدكتور في المنصوره. محمد وعم بهجه شال ابويا معايا وودوه المنصوره. الفجر طبعا في افراحي موجود وفي الاحزان موجود، في وقت الصعب بلقاه. بس طبعا انت عايزه تبقي مقدره ان انا مش قادر اتكلم اكتر من كده، وفعلا ما نفسيش ان انا اطلع في التلفزيون وقت ما يكون فيه حاجه زي دي بخصوص يعني. ده حق محمد، حق محمد شقير على كل الناس اللي تعرفه ان هي تقول فربنا تعرف الناس بهذا. انا قدمته انه ابن مصر البر، هذا النموذج لابد ان نفتخر به جميعا. يعني احنا بنستعرض مسيرته المهنيه، مواليد 1980 وحضرتك طيار تعرف اكتر مننا، عامل 6 ساعات و800 6000 ساعه و800 ده رقم يعتبر، احنا شفنا المعدلات العالميه، ده سكور هو كويس بالنسبه له. يعني قصه المهنيه كل الناس هتتكلم عنها، قصه الانسانيه اللي اتعاملوا معاه زي هيقدروا يقولوا اكيد باين على وشي ان انا مش يعني، انا فعلا انا اتفاجئت ان انتوا موجودين. احنا طبعا عايزين، لو اعرف ان في كده ما كنت استنيت لحد ما انت تخلص. انا عايزه بس اشكر استاذ بهجت واسرته لان هم استقبلونا. يعني الظرف الانساني طبعا، واحنا كلنا بنحاول نقول لهم مشاعرنا كلنا كمصريين ان احنا بنشاركهم هذا الهم وهذا الحزن، لكن انا بشكرهم قوي ان هم بالروح الطيبه، اسره مصريه من اللي انت تفخر بيها فعلا، استقبلونا وقعدوا يتكلموا معانا. وانا الحقيقه قلت لهم ان احنا كان عندنا هدف رئيسي من الحلقه، هو ان احنا نعرف الناس من هو الطيار المصري الكابتن محمد شقير، ليعلم الجميع كيف نشأ هذا الابن المتميز في عمله الجاد المتفاني. احنا ما بنقول هذه الصفات على الكابتن محمد شقير ليس مجاملة، وليس لان احنا عشان في حدث انساني، لا، هو تاريخه وسيرته المهنية. ويمكن انا الخميس الماضي والجمعة الماضية استعرضت مع حضراتكم مسيرة الكابتن محمد شقير منذ بدايته في او منذ التحقق بمصر للطيران، وكانت شهادات موثقة من كل من عمل معه او شارك في تدريبه او عمل تحت ادارته او طار معه من اطقم الضيافة. يعني في ناس كتيرة جدا كانت تتواصل معايا خلال الايام اللي فاتت من اطقم الضيافة تقولي هي تعرفه كويس قوي، وقد ايه كان اول ما بيطلع بابتسامة كبيرة قوي يقابل الناس، ولو صباح الخير يقول لهم مساء الخير، ويعني ومرح بطبيعته ويحمل دايما الابتسامة. انا عايزة اشكر حضرتك يا كابتن، انا عارفه ان حضرتك يعني احنا اسفين، ارجو ان احنا ما نكونش ارغمناك على التسجيل، لكن كلامك عن محمد يعني اضاف لنا كتير. الحمد لله وربنا يرحمه. ربنا يرحمه. فاصل قصير ونعود بعده لمواصله هذا الحديث عن الكابتن الطيار الشهيد الكابتن محمد شقير، قائد طائره مصر للطيران التي فقدت بعد دخولها المجال الجوي وهي قادمه من باريس. احنا بنعيط ليه بقى؟ مش احنا قلنا ان احنا ما نعيطش؟ صح؟ مش انت قوي؟ صح؟ انت قوي ومؤمن بربنا صح؟ وعارف ان كل الناس اللي عايشه على الارض دي امانه عندنا، امانه ربنا بيحطها كده وبعدين بياخدها لانها بتاعته، صح؟ عدنا مرة أخرى إلى أسرة الكابتن الطيار محمد شقير رحمه الله، والحقيقه يعني كنا بنتكلم مع بعض من افراد اسرته اللي هم مش موجودين معانا في التسجيل الان، لكن كانوا بيقولوا استاذ بهجت ان علاقه حضرتك بكابتن محمد كانت علاقه يعني فريده في العيله، دايما يتقال اب وابن ولكن في نفس الوقت ساعات وكانهم اخين بيلعبوا مع بعض او بيتناقشوا مع بعض او بيتكلموا مع بعض. ومحمد بالنسبه لي كان كل حاجه. محمد كنا في البيت هنا اصدقاء، انما بره البيت اب وابنه يعني. وانا كنت يعني دايما كانت اي طلباته مجابه بالنسبه لي يعني. انا بنيت له الفيلا هنا في التجمع الخامس، واشتريت له ارض في
في أعرابي، وكنت ببني له برضه فيلا هناك في أعرابي، وبني له الفيلا ديت قبل ما يخش مصر الطيران. أنا بني له الفيلا ديت قبل ما يخش مصر الطيران، قبل ما يخش مصر الطيران بسنتين بني له الفيلا دي. وكانت دايما بالنسبة لي كانت طلباته يعني مجابة. قبل ما يطلع الرحلة المشؤومة ديت كان شاريلي عربية، كان شاريلي عربية جيب لابرت، وأنا غضبت عليها ومرضتش أخدها. قال لي اركبها لحد شهر رمضان، وبعد شهر رمضان هجيب لك العيون اللي أنت عايزها. كنت عايز عربية تانية مش عايز الورد. كنت عايز عيون. قال لي أدي بدي شهر رمضان، وبعد شهر رمضان أنا هجيب لك العربية اللي أنت عايزها. جايب لي قمصان وبناطيل من بره يمكن ما لبستهمش لسه لحد دلوقتي. كان جايبهم لي قبل الرحلة دي، قبل الرحلة المشؤومة ديت بيومين. كان كريم. كان بر يعني كان بر بينا تماما. كان كل سنة يقعد مامته يحججها الله يرحمها. وكانت دايما تطلع معها عمرة مولد النبي. ويعني هو كان بر بينا قوي يعني الحقيقة. كان بر بينا قوي. حضرتك قلت لي انه لغاية دلوقتي بيدرس وبيقرأ عن الطيران وبيعمل دراسات. محمد عامل دراسات كتيرة جدا في الطيران، ولو عايزة تعرف الشهادات بتاعته موجودة من مصر من هنا ومن بره، وعمل دراسات عليا كتيرة جدا في الطيران. وهو كان بيحب الطيران، هو كان الطيران ده بالنسبة له كان كله حاجة يعني. هو حتى لما ترشح في رابطة الطيارين كان فيه طيار أكبر منه يمكن بعشرين سنة، كان عنده أكتر من 52 سنة 53 سنة، اتنزل له وخدها بالتزكية. قال له أنت أكفأ مني إنك أنت تبقى ماسك الرابطة. كان ماسك رابطة الطيارين. أهو الدرع بتاعه كان ماسك رابطة الطيارين. كان في خلاف مع ولادي المضيفين، مش إضراب بس، هو كان زعل. جاء عزمهم هنا في الفيلا قبل الرحلة المشؤومة ديت يمكن بثلاث أربع أيام. المساعدين قبل الرحلة المشؤومة ديت بثلاث أربع أيام هنا في البيت، في المكان هنا في الفيلا هنا. عزمهم هنا كلهم، جم من الظهر ما مشوش إلا يمكن بعد عشرة. وريحهم وعمل لهم اللي هم عايزينه، واتصل به رئيس الشركة قال له يا محمد، هو ده محمد شقير ودي أعمال محمد شقير. اتصل به الوزير قبل ما يطلع الرحلة ديت يمكن بخمس دقايق، وهو بيلبس طلع الرحلة دي. اتصل به السيد الوزير، وزير الطيران اتصل به قال له يا محمد محسوبه لك اللي انت عملته ده، اللي انت عملته ده كفء يا ابني، وانا مكتبي مفتوح لك، وانت عارف انت بالنسبة لي ايه، انت مش اي طيار. الوزير طلع على التلفزيون وقال انا عندي اكفأ طيار عندي في الشركة محمد شقير، سنه 36 سنة، عامل 6800 ساعة، كان بيحب شغله، كان اي مشكلة في الشركة هو كان قادر انه ان شاء الله كان بيحلها، وكان بيحلها الحمد لله. كانت الشركة بالكامل من طيارين لمساعدين لمضيفين، كانوا بالنسبة لهم محمد ده يعني. ويعني بعد الحادث يمكن هم اتكلموا اكتر مني، لان هم اللي يعرفوه عني، انا هم يعرفوه اكتر مني. لو عايزة تتكلم يروح المطار، وعايزة تعرف محمد روح المطار من مكتب الوزير لحد الباب بره، هم يقولوا لك مين محمد شقير. دول ولادك يا استاذه تغريد. انت كنتوا بتلعبوا مع خاله؟ بتلعبوا ايه مع خاله؟ كنت بتلعب ايه يا زياد مع خاله محمد؟ يعني هو مثلا كان بيقعد يشيلنا ويقعد يرمينا على الكنبه. يشيل عمر؟ انا يشيلك انت كمان؟ حتى انا. كبير يا زياد. ايوه بس كان بيحب يقعد يهزر معايا، مثلا يقعد يجري ورانا في البيت، يقعد يمسك فينا، يمسكنا نجري في الفيلا كلها، حتى مش في الشقه هنا بس، في الفيلا كلها يقعد يجري ورانا ويقعد يهزر معانا كده. واي حاجه من الهزر لما كان يبقى راجع من الرحله بقى كان بيبقى متضايق. هو كان بيبقى متعصب شويه. عشان كان بيبقى تعبان قوي. عايز ينام، فاي دوشه بيصحى فبيتضايق. بس انت اكيد كنت شاطر يا زياد من الطبل ولا ايه؟ لا ما بعملوش دوشه. عمر اللي بيعمل؟ لا عمر ما اعرفش. عمر كان بيعمل ولا يا استاذ تغريد؟ عمر كان بيعمل دوشه، بيقعد يتنطط وكده، ان احنا ساكنين فوقه واوضتهم فوق اوضته هو، فدايما يبقى هو لسه جاي من الرحله.
بقى تعبان بقى عايز ينام وكده فيقعد يزعق لهم بقى انا عايز انام مش عايز صوت، طول ما انا نايم مش عايز صوت. علاقته بوالدته الله يرحمها، علاقة محمد بماما كانت علاقة خاصة جدا اكتر مننا كلنا، كانت مرتبطة بارتباط فظيع وهو كمان كان مرتبط بيها جدا. هو لما كان بيطلع رحلات بالليل ممكن يبقى ماشي الساعة 1 الساعة 2 الساعة 3 بالليل، تقوم عشان تقوله بس مع السلامة لا اله الا الله محمد رسول الله بس، تقعد تدعيله وترجع بالسلامة وكده. تصحى الصبح مخصوص عشان تحضر فطار، يقول لها يا ماما انا هفطر على الطياره، لا يقول له لا انا ما اعرفش اكل الطياره ده شكله ايه، لا كل هنا، لا كنت اكل قبل ما تمشي، لازم اشوفك بتفطر قبل ما تمشي ويسمع كلامها وان شاء الله ياكل اي حاجه كده عشان بس ما يزعلهاش. فارتباطهم ببعض يعني امه وابنها الوحيد والصغير، يعني كانت في محمد كان في صفات جميله جدا، يعني محمد كان بني ادم متوازن، ساعه التدين يبقى متدين وساعة الهزار والجري والضحك يبقى كده برضه، يعني كده وكده. انت حضرتك لو شفتي العزاء عندنا كان نص العزاء اخوانا المسيحيين طبعا، يعني انا مره محمد حكى لي كانوا قاعدين في مكان في كافيه يعني، وبعدين قاعدين كل اللي قاعدين مسيحيين، فالويتر اللي قاعد بيقدم لهم الحاجه بعد شويه العشاء اذنت، راح قايم راح يصلي العشاء، الويتر قاعد بيصلي جنبه بيبصري وكده، هو عارف كل المجموعه مسيحيين اصحاب فيعني راح الراجل رد عليه قال له يحيى الهلال مع الصليب بالظبط كده، قعدنا كلنا نضحك بقى وكده. هو دايما كان مرح جدا وكمان كان نظرته بعيده وعقله متفتح جدا، معظم الحاجات دي يعني مثلا عنده شاليه شاليهين في راس صدر، كانت لسه الناس ما بداتش تروح ناحيه راس صدر والعين السخنه، كل الناس دلوقتي متجهه ناحيه راس صدر والعين السخنه. هو راح فاق يا محمد في حد بيروح يشتري، طب ما نشتري يا حبيبي في الساحل، يقول لي لا اصبري بس الناس كلها رايحه ناحيه هو كان اخوك الصغير لكن هو اللي كان بيقود بالظبط الاسره. هو شخصيه متوازنه ومخه تجاري، مخه تجاري، كان بيحاول يبيع اراضي ويشتري اراضي وكان ذكي في الامور دي، ووالده كان مديله الفرصه ان هو يعمل اللي هو عايزه، يعني والده هو يقول انا عايز كذا، والده يبحث له بقى على الحاجه اللي هو عايزها ويجيبها له. يعني كان محمد ده بالنسبه له يعني اكتر من، مش عايز اقول اخوه لان هو ابنه، اكتر من اخوه، يعني في علاقه بين اخ واخ مش اب وابن، علاقه بين اخ واخ. ودايما هو كان كمان واضح من كلام العيله عنه انه كان مرتبط قوي باصول العيله، حتى في البدرشين مدينه البدرشين قالوا ان هو كان عنده رحله وكان في عزاء خاص بالعيله، صمم ان هو اول ما وصل من رحله من ايوه هو دي قبل الرحله دي يمكن بيوم، كان صباح تاني يوم مسافر اللي هي رحله باريس دي، وكان حاضر معانا و عزى اولاد عمته واخواته وعمامه، وسافر يوميها في كان جاي حوالي الساعه 10 بالليل، كان لسه قال لي يا عم انا جيت وريحت شويه ولسه واصل. فيعني كان بيحب اسرته والحمد لله اسره متزنه ومرتبطه قوي ارتباط كبير قوي، يعني يعني الأسرة الحمد لله عمامه يمكن أو جدوده بقى، مش عايز أقول عمامه، جدوده حوالي 10 أفراد، وكل واحد من جدوده دول معاه مثلا 3-4، وولاده ولاده معاه، يعني ما شاء الله اللي هم الفرع بتاعنا فرع كبير مش صغير، فرع كبير وكلهم شباب صغير وكلهم جامعيين وكلهم مستويات كويسة والحمد لله، يعني أسرة كويسة والحمد كابتن لله. كابتن محمد معلش يا أستاذ بهجت، أنا سمعت حضرتك قلت في تصريح إن كابتن محمد كان على وشك الزواج قريبا. أيوه أنا كنت مجهزه شقته ومشطب له شقته بس ما حصلش نصيب، هو بقى يتجوز من حور العين بقى. هو يتجوز بقى من حور العين. إن شاء الله. هو كان متكلم مع ابن عمه آخر لقاء بينه وابن عمه اللي هو جوز بنتي. قال له انا يعني انا كنت دايما احس والده يلا محمد ما بقى صغير لازم نجوزه قبل ما يقول لي طب بس هو يقول يشاور على يقول اللي انا عايزها فين واحنا نختبار.
فهو طبعا بيتكلم مع الاقرب ليه اللي هو ابن عمه، يعني اكبر منه بحاجه بسيطه كده يعني، عايزين نتجوز وبتاع. فقال له طيب انا هشوف لك واحده كويسه وبس ان شاء الله. قال له طب لما يرجع من الرحله دي باذن الله نروح نشوفها ونخطبها ان شاء الله. وده كان الاتفاق بينهم وبعض يعني. يعني انا ما عرفتش الكلام ده هو الا بعد ما حصلت الحادثه دي. وعم وسامح بيقول لي يا عم ده كنا متفقين على اساس ان انا اوريه عروسه كويسه ومتفقين على هذا الكلام. فيعني كان متفتح جدا وكان مقبل للحياه بشكل غير عادي. فسبحان الله الاعمار دي بيد الله ومحدش يقدر يقول. ربنا يصبركم. ربنا يصبرنا فعلا يعني. زياد انت لما عرفت خبر وفاة خيبو ايه اللي حصل؟ دخلت قفلت على نفسي وقعدت اعيط. انت كنت في المدرسة ولا كنت خلصت المدرسة؟ لا كنت خلصت. كنت خلصت. ايه اكتر حاجة فاكر خالو كان دايما يقول لك عليها، يقول لك اعمل كذا يا زياد؟ اكتر حاجة دي يعني كان بيقول اسمع الكلام يعني. اكتر حاجة يعني اوصل لي وكده. انت قلت له ان انا عايزه ابقى طيار زيك؟ كان بيقول لك ايه؟ ايوه كان بيقول لي انت براحتك وكده، وبس انت حافظ بس على نظرك وسمعك، ما تقعدش تلعب بالموبايل كتير او كده. ويعني قال لي وانا يعني اول واحد هيركب معاك الطياره يعني لما تبقى طيار اول واحد هيركب معاك اول رحله. كان بيجيب لك هدايا ايه؟ يعني كان مثلا بيجيب لي عجله، جاب لي عجله اخر عيد ميلادي، لا اخر عيد ميلادي جاب لي موبايل. ومره واللي قبله جاب لي عجله واللي قبله جاب لي موبايل. وفي العادي بيجيب لي لبس وبيجيب لي كل حاجه يعني. بيجيب لك طيارات؟ لا مش كتير يعني. بس كان بيجيب. انت كنت بتطلع معاه على الطياره الحقيقيه؟ بس كان بيجيب لي طيارات. كنت بتسافر معاه مطار برج العرب؟ تقعد تستناه في الفندق لما يخلص رحلته ليه؟ بتقعدوا مع بعض؟ لا انا كنت بقعد، هو ساعات ما بصحى ما الاقيهوش، فبنزل افطر كده، انزل بيسين شويه وبعد كده اطلع اتغدى وكده على يكون جه. ويحكي لك ايه بقى على الرحلات؟ يقول لك ايه على حالات الطيران؟ يعني بيقول لي مثلا بيقول لي مثلا الرحله كانت كويسه كانت وحشه، جاب ايه مثلا من هناك. اي معظم الرحلات اللي كان بيروحها كان بيجيب لي حاجات منها. بس يعني طبعا ما فيش كلمات تقدر ان هي تواسيكوا في هذا الالم، لكن ربنا يرزقكم الصبر والسلوان. ويعني ان شاء الله استاذ بهجت ربنا يجمعك بيه في الجنه باذن الله. يا رب. وهذا قضاء الله وقدره، ما لناش فيه اي حاجه. يا رب. لكن لو عايز تقول رساله اخيره للناس اللي ما تعرفش الكابتن محمد شقير تقول لهم ايه؟ لا ما هي الحقيقه برضو يعني الناس ظهرت في العزاء وكانوا بيتكلموا عليه اكتر ما انا اتكلم عنه. يعني العزاء كان بيتكلم عن نفسه، العزاء في البدرشين وفي مسجد المشير هنا وفي مسجد آل رشدان. فالحقيقه بتاعت ربنا يعني ما فيش لا كبير ولا صغير من البدرشين اسمه ما حضرش العزاء. مش من البدرشين بس، ومن ضواحي البدرشين، كل البلاد اللي حوالين البدرشين. انا اول مره اشوف عزاء في البدرشين بهذا الحجم بالكميه من الناس الغير عاديه. ألوفات. يعني لدرجه ان انا نفسي مش قادر اقف، انا نفسي مش قادر. كله عمال يقول لي استريح يا حاج، انت ما ان في ناس داخله وطالع، ما انتش عارف مين اللي داخل ومين اللي طالع. كميه الناس كانت كميه غير عاديه، متعاطفين جدا وعارفين. وبعدين هو اصله كان معروف في البلد، كان معروف وله اصدقاء كتير، وكان دايما لما ينزل البلد يتلم على اصحابه وبيتعامل معاهم كانهم اصدقاء ومع بعض. ايا كان مستواه، ايا كان مستواه كابتن محمد انه كان متواضع. ايا كان اصحابه كانوا بيهيئوه ان عايزين يعملوه عضو مجلس الشعب في الدوره ديت، قال لهم انا مش هبقى يعني قادر بيها لان عملي يعني انا دايما خارج مصر، فاصبروا عليا لحد بس ما يبقى فيه وقت ليا عشان ان اما اخش المجلس ابقى كفء بالمجلس واقدر اخدم الناس. ما هوش موضوع لقب وبس، الموضوع ان انا اللي يبقى في مكان لازم يعني يقدر يقوم بواجباته. فانا دلوقتي ما ينفعش لان انا بطير كتير
مش هقدر اكون في المجلس دوت، لان الشركه محتاجاني اكتر من المجلس، والمجلس فيه ناس احق مني ان هي تبقى موجوده بيه، يعني اللي هيبقى فضيله يعني لازم يبقى احق مني يعني. ربنا يرحمه. استاذ تغريد، الله يرحمه. استاذ تغريد، كلمه اخيره عن الكابتن محمد شقير. طبعا يمكن كلمه اخيره لنا هنا في التسجيل، لكن اكيد هو اخوكي وسيظل بداخلك وداخل قلبك طول عمرك. ربنا يصبرك يا رب. احنا اكيد مش هننساه، واحنا لسه حاسين بيه حوالينا. ربنا قال احيانا عند ربهم يرزقون، فهو اكيد لسه حي، بس احنا مش شايفينه. يعني هو حي عند ربنا، ما ماتش بالنسبه لنا، هو ما ماتش، هو حي، هو اخويا الوحيد. مش اقدر اقول ليه غير ان هو مش اخويا، ده يعتبر اخويا وابني وكل حاجه. الله يرحمه. الله يرحمه. استاذ احمد، والله انا اخر مره شفته لما كان موجود في العزاء صورته لحد دلوقتي ما بتتفرقش خيالي اطلاق. يعني قادلها اسبوع اهي صورته قدامي على طول بالنهار وبالليل. يعني دي حاجه سبحان الله، سبحان الله. ربنا يصبر، ربنا يرحمه ويرحمنا معاه. زياد، عايز تقول حاجه عن خاله؟ مش عارف اقولها. انت لازم تذاكر وتبقى شاطر وتبقى طيار شاطر، علشان لما تدخل كده وتبقى طيار وتتخرج وتبدا تطير تقول لهم انا خالي محمد شقير، صح؟ ان شاء الله. تخاف تركب طياره ولا عندك شجاعه؟ لا لا عادي، هي اول مره بس اللي كنت بخاف شويه، بس انا كده عادي. انت بتقف جنب ماما وتصبرها؟ اه. جدو احمد بيقول لنا ان خاله كان بياخدك وتروحوا تتغدوا بره مع بعض وتعشوا مع بعض. هو مره كنت مستنيه الساعه 1 بالليل، كنت كان في رحله فكنت قاعد مستنيه. قعدت الساعه 1 تستناه؟ اه عادي، كنت قاعد بفرج على التلفزيون مستني. جه قال لي تعشيت، قلت له اه، اكلت حاجه بسيطه كده. طب قال لي طب تعالى، خدني في عربيته ورحنا اكلنا من الرحاب، رحنا لفينا في الرحاب شويه وكده اكلنا. عشان وبعد كده رجعنا هنا قعدنا مع بعض شويه، ودخلت حتى نمت معاه في اوضته. كنت بتنام معاه ساعات في اوضته؟ اه ساعات. وتشوف الكتب بتاعته بقى اللي بيقرا فيها؟ يعني انا تقريبا هو قاعد بيذاكر، ساعات كنت بقعد معاه، يعني كان مثلا بيقعد في الجنينه هنا فكنت بقعد معاه، هو قاعد في اوضته مثلا اقعد العب على الموبايل وهو قاعد بيذاكر كده. كنت ساعات انت كمان بتقعد تذاكر معاه في الاوضه؟ كنت بقعد اتفرج بس كده، يعني بس ما بفهمش حاجه. يعني كلام غريب، كلام غريب قوي. انت هتبقى طيار فلازم تعرف الكلام ده. اه بس هو بالنسبه لي دلوقتي غريب شويه. انت شفت خاله اخر مره قبل الرحله بقد ايه؟ كنا قاعدين هنا، فهو قبل ما يمشي على طول، قبل ما كان الساعة في حدود 4 الى 3 4 الى 10 هكا بعد الظهر، بعد العصر. اه كان واقف هنا، كان انا وجده كان مؤمن، كنا كان واقف هنا وقاعد بيهزر معانا وكده. طلع هنا كده وقف هنا، وبعد كده رجع تاني قاعد يتكلم معانا شويه، بعد كده مشي، اتاخرت فراح ماشي، فسلمنا عليه وكده ماشي. بس كنت بتقول له ايه وانت بتسلم عليه بقى؟ بتبوسه وتقول له ايه؟ باي باي. ما كان بيقول لك عايز حاجه اجيبها لك وانا جاي؟ اه. كان بيوصيك بيقول لك ايه وانا مش موجود؟ اسمع كلام ماما. اسمع كلام ماما وخلي بالك منهم كلهم، ان انت دلوقتي راجل البيت. كان بيقول لك كده عشان انت اكبر واحد في البيت. هنا اكبر الاطفال، اكبر الاطفال. كان دايما يجيب له شوكولاته وانواع كتير من الشوكولاته، وهو بقى كان كيف شوكولاته، فكان دايما بقى يحب محمد على هذا الاساس انه بيجيب له شوكولاته كتير وحاجات. يعني من كتر الشوكولاته اللي كان بيجيبها لي كنت باكلها، ما بقتش احب الشوكولاته خالص. خلاص بقى تشبعت مش ما يعني انا دلوقتي ما بقتش احب اي حلويات. انت هتاخد بالك من جده بقى؟ طبعا. تسمع طبعا كلامه؟ طبعا. تعمل كل الحاجات؟ طبعا. عشان احنا مش خاله كان دايما يقول لك انت راجل البيت؟ اه. طيب انت دلوقتي لازم تاخد بالك من جده ومن خالته ومن كل الناس اللي في البيت. طبعا. صح؟ طبعا. عايز تقول حاجه لخاله؟ لا مش عايز. الله يرحمه. الله يرحمه. اصحابك عرفوا كلموك؟ اه اصحابي كلهم كلموني، كل شويه بيسالوني في اي جديد. لا كان قبل ما كانت الطياره من فوق كان كل شويه يكلموني في اي جديد في اي جديد، كل شويه يعني تقريبا كل 5 دقايق. هم عارفين خالي؟ اه. لا هم شافوه تقريبا 3 مرات او حاجه، بس هم يعني حبوه.
ما هو كان يعني برضو كان صحابي كان بيعملهم اكنهم صحابه برضو بيقعد يهزر معايا ممكن. الله يرحمه. رحمه. انت من الصبح ما عيطتش وكنت قوي، ليه الدموع دي بقى؟ الله يرحمه حبيبي. ربنا يصبركم، ربنا والله والله ناس ما تعرفكم وبتدعي لكم، والله ناس ما تعرفكم خالص ومجرد بس ان هي بتشوف صور وبتقول يعني شكله ابن ناس ومحترم والله. هو له بسمته كده الخاصه بيه يعني سبحان الله، مش تتطلعي اليه كده بترتاحي ليه، مش يلا الله يرحمه. الله يرحمه ما يغلاش على رب ونعم بالله. احنا بنعيط ليه بقى؟ مش احنا قلنا ان احنا ما نعيطش؟ صح؟ مش انت قوي؟ صح؟ انت قوي ومؤمن بربنا صح؟ وعارف ان كل الناس اللي عايشة على الارض دي امانة عندنا، أن ربنا بيحطها كده وبعدين بياخدها لانها بتاعته صح؟ انا عايزك تبقى قوي عشان تاخد بالك من جده، تاخد بالك من خالته ومن ماما صح؟ مش انت بقى، مش هما كانوا بيقولوا عليك انك انت محمد شكور الصغير صح؟ انت جميل قوي يا حبيبي، ربنا يصبركم يا حبيبي، ربنا يصبركم وينزل على قلبكم يا رب الصبر والسلوان يا رب يا رب. الله يرحمه ويحسن اليه ويجعل مثواه الجنه ويرزقكم الصبر والسلوان. والحقيقه انا فخوره قوي ان انا كنت بينكم النهارده، انتوا اسره نفخر بيها كلنا كمصريين، يعني حاجه محترمه جدا، واكيد هذا الابن البار كان لازم يطلع من هذه الاسره الكريمه. انا بشكرك يا استاذ بهجت، واحتسبوا عند الله له ما اعطى وله ما اخذ. احتسبت عند ربنا ونعم بالله. أشكركم. أشكر حضراتكم.